نعم. فضيلة الشيخ، من ناحية حدود منى، في ناس، بعض الناس يعني كلهم الناس الذين لا يعرفون منى، إيش؟ من الناس الذين لا يعرفون منى وليس من أهل مكة، يسكنون خارج سيل الجبال داخل منى، يعني عند حج السيارات الآن اللي هو إخراج السيارات من داخل منى. نعم. فما أدري هل هذا يعتبر من منى، وهل يعني يعفى عنهم في ذلك أم لا؟ المنهم يعني أنكر عليهم بعض الناس ولم يستجيب إلا قال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا من هيئة كبار العلماء. نعم. طلع على كل حال، الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه بأن يبحث بحثا دقيقا عن مكان له في منى، فإذا لم يجد فقد قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد سقط عنه الوجوب لأنه عاجز. وقال بعض العلماء إذا منع من المبيت في منى فإنه يسقط عنه وجوب المبيت، لكن يجب عليه البدل وهو فدية يذبحها ويوزعها على الفقراء في مكة.